على حجمه. مع هذا الحجم هناك فيه عدة تيمات، يمكن نقول انها رواية اجيال كما قال الدكتور شاكر، عبر عائلات حلاوية وارسلان، والتناقض الحدي بينهما بين المالك السيد والخادم، وهذه المسافة صنعت مفارقة داخل النص، وصنعت صراعا ايضا داخل النص، ومن خلالها امكن رصد الكثير من المتغيرات الاجتماعية والسياسية الموجودة. ويمكن ان نقول انها رواية ازمة شخص، حيث مونجي سرحان وعلاقته بالعالم. مونجي ارسلان، هما الاسمين قريبين من بعض. الله يرحمه. مونجي ارسلان. لا، وعلاقته بالعالم. في زهرة كمان، في زهرة. وايضا انها رواية نقد اجتماعي وتاريخي، تكشف عن صراعات اجتماعية وتاريخية عبر فترة زمنية تجاوز القرن. وأيضا وكذلك عن العلاقة الأبدية بين الرجل والمرأة، بين آدم وحواء، من خلال البطلين الرئيسيين في الرواية، وهما معالي حلاوية ومونجي أرسلان، قلتها صح مرة. وأنا رواية أيضا تدور بتيمة أهل الكهف، حيث السرايا وما يدور داخلها وخارجها باعتبارها فضاء حاويا وممتدا، وايضا روايه واقعيه سحريه، لا يخلو التصور انها روايه واقعيه سحريه من كثير من الوجاهه. فلدينا الاشباح وظهورها، لدينا الجثه، لدينا العلاقه بين فتح الله وبين عبد المولى، والنقيضين ما بين الرائحة الشديدة المقززة لساكن الغرفة داخل السرايا، والجالس تحت الشجرة هذا الحوزي الذي يعمل على كاريتة عبد الباسط بيه وهو بدون رائحة، في حين أن الآخر عبد المولى له رائحة مقززة يهرب منها الجميع. والحقيقة الروائح تكلم عنها الدكتور شاكر، لكن هناك أيضا رائحة للصمت المرتبطة بعبد الباسط، وهي رمز أيضا، لأن رائحة الصمت رائحة ليست طيبة، يعني ليست رائحة زهور. فهنا هذا السيد المتحكم في المكان والمسيطر عليه والمهيمن، هو حتى حين يريد رائحة فيذهب إلى الصمت وليس إلى الزهور. إننا أمام بطلين رئيسيين يجتمع فيهما التاريخ، معالي حلاوية ومونجي أرسلان، والشخصيات من العناصر السردية المختلف حولها. هل هي الشخصية مهمة في الرواية بمعنى أنها يمكن تصورها في وجودها في الحياة، وده وأهميتها في الرواية، وده عند والشخصية كائن ورقي. هنا الشخصيتين أتصور أنهما كائنان ورقيان لحمل الخطاب السردي أكثر من كونهم شخصيات حقيقية يمكن أن نلتقي بها في الشارع ونجالسهم في المقهى أو نجاورهم في المواصلات. فهذه الشخصيات صنعتها الذات السردة، الشخصيتين الرئيسيتين صنعتهم الذات السردة لحمل الخطاب الروائي. وناتي للزمن، دائما العنصر من العناصر السردية الرئيسية في في الرواية أو أي عمل أدبي هو الزمن، باعتبار أن الحدث لا يمكن أن يتحقق خارج الزمن. وهنا الرواية صنعت زمنها الخاص عبر التداخل بين عدة أزمنة، لأن لها برنامج سردي، وهو ليس برنامج سردي بسيط، لأن في حسب جرماس برنامج سردي بسيط وبرنامج سردي مركب. هنا أرى أنها
ما هنا برنامج سردي، برنامج سردي مركب من خلال عدة ألعاب زمنية، في طبعا زمن استقبالي وزمن ارتدادي. زمن الاستقبالي دائما بيلعب على التشويق، الزمن والانتظار، وموجود من خلال الرسائل خاصة بين روح الفؤاد وحافظ وما سيحدث بينهم، فكرة حمل حلوية وانتظار هذا الطفل القادم اللي هيجمع بين النقيضين، بين سلالة المقهورين وسلالة السادة. فالتاريخ حاضر بقوة، التاريخ من خلال فتح الله الغايب، من خلال فتح الله الثاني الجالس تحت الشجرة وقائد الكاريتا، ومن خلال سيادة، من خلال عبد الباسط أرسلان وصراعه مع إخوته وصراعه مع ابنه حافظ الغائب. كما أن الحمل المستقر داخل الرحم معالي حلوية بيشكل زمن هو الآخر، وإن بدت معالي حلوية حلم كحلم أو طيف لا يمكن الثقة في وجودها، حتى غيابها في نهاية الرواية واختفاءها هي والبنتين، نحن نتشكك، أنا تشككت هل هي مجرد طيف يذكره بتاريخ الأسرة وتاريخ المكان، أم أنها شخصية حقيقية بالفعل عاش معها وحبلت من بالطفل المستقر في رحمها. هو شخص لم يتزوج، كانت له علاقتين سابقتين مشوهتين لم تكتمل، هذه علاقة اكتملت، ولكن هذا الاكتمال هل هو حقيقي أم أنه كان حلم ليصل به إلى النهاية بعد سلسلة من الصراعات سواء مع عدة سلطات متراكمة، سلطة الأب عبد الباسط ورغبته أن يكون ابنه مثله، سلطة عمه عبد الرافع، سلطته مع أمه روح الفؤاد ومحاولة سيطرتها عليه ودفعها في دفعه في اتجاه آخر في البيت اللي كان بيسكنه الجد توبة بناء المساجد، صراعه مع السلطة من خلال السجن. إذن كل هذه الصراعات، كل هذا التاريخ ظهر من خلال العلاقة مع معالي حلوية اللي هي أيضا تبدو كأنها شهرزاد التي تحكي إلى رجل لا يتخذ قرارا. هو لا يتخذ قرارا، هو ينتظر القرارات من الآخرين، وهو أيضا ملك لأنه ورث آل أرسلان وأصبح هو مالك السرايا ومالك المضرب وأعيان هذه الأسرة. ومن خلال معالي حلاوية ومونجي هنجد أن فكرة تناسق الأرواح وعبادتها موجودة داخل الرواية، وهي فكرة موجودة يمكن أكثر في الأدب جنوب الصحراء أو الأدب غرب إفريقيا، حيث أن فكرة تناسق الأرواح وعبادتها موجودة دائما كعنصر سردي أو كمحتوى سردي داخل السرد الإفريقي. هنا أيضا تناسق الأرواح، فكما كانت سيادة على علاقة بالأب عبد الباسط، كان العلاقة بين الابن الأصغر لعبد الباسط وبين حفيدة سيادة، واللعنة انتقلت من الأسلاف وتواصلت، وكامنة بالتأكيد في العلاقة بين معالي حلوية ومونجي أرسلان. ونأتي لتقنيات السرد. في ثلاث تقنيات للسرد رئيسية: السرد التقليدي، الحوار، والحوار بيشغل مساحة كبيرة داخل العمل، والرسائل. الرسائل في رسائل سجن بين عبد الباسط ومونجي،
ورسائل ما بين الحبيبين في العلاقة التي تنتهي على يد السلطة الأكثر عنفا والأكثر قسوة هو عبد الباسط بين حافظ وروح الفؤاد. ومن خلاله يعني أنا رأى أن معالي حلوية لا نثق في وجودها، أنها الشبح أو الذات الأخرى الكامنة داخل منجي، إنه يتعذب بالذكريات وتاريخ أسرته التي تتجسد فيها تاريخ من أهل الآخر وتعذيبه. فعلاقة أرسلان بالجميع واضحة، بل إن عبد الباسط أرسلان وعلاقته بسيادة وغيرها من الخدمات يصاغ مثل صورة الحاكم أو الكاهن الأكبر في بعض الحضارات القديمة، حيث يكون للملك أو الكاهن حق الليلة الأولى. ولعل هذا يرتبط بالتفاعل النصي مع ألف ليلة وليلة، حيث الملك يتزوج فتاة كل ليلة ويقتلها في الصباح. وأيضا لعبة الكشف لا تخص الخطابات المتبادلة بين روح الفؤاد أم مونجي وشقيقه الغائب والمختفي حافظ، وأن لعبة الغياب والحضور أيضا كامنة، ولا عن عبد المولى توأم به، بل يمتد إلى التقنيات ويكشف عنها. يعني صاد 257، لو شفنا صاد 257 هنجد أنه يقول بسهولة، قال بأنفاس متهكمة: من قال أننا جئنا ننشد الحقيقة؟ أنا حكاءة وأنت رجل تسمع الحكايات، شهرزاد وشهريار الملك. إذن هو يلعب مع القارئ، السارد يلعب مع القارئ من خلال الكشف. وهنا وأيضا صفحة 285 القصة المزعومة عن المملوك والخاتمة، بغض النظر عن ارتباط هذه القصة بالخطاب الإعلامي لدى أي سلطة، باعتبار أن ملك السرايا وساكنها هو صاحب السلطة، فيخفي أزمته من خلال الطفل الغريب اللي بينمو بشكل غير طبيعي، فلأنه بيمثل عار بالنسبة له وفضيحة يجب أن تختفي، فبيأتي زي كل السلطات والحكومات لابد أن يصنع أسطورته الخاصة. في مملوك وكان بيحب فلاحة، وهذا المملوك بيتلى وكان ساكن في الوسية هنا بنفس المكان وبيظهر، وهكذا يتم صنع الأسطورة وصنع هذا الخطاب الإعلامي الموجه، إلا على الآخر أن يصدقه عشان يستمر السلطة الحاكمة في فكرة ارتفاعها وسموها عن الآخر، اللي هو عليه أن هو يخدمها دائما. نيجي بقى للسرايا ودخول السرايا والعنكبوت. كانت القائدة في الدخول إلى السرايا هي معالي حلوية، والتي تزيل العنكبوت وتعمل، برغم أنها حامل يعني من الصعب قوي ان هي تبذل هذا المجهود كله، وعشان كده بنقول ان هي اقرب الى الحلم او الوهم. هنا دخول السرايا كان بيشبه مكاننا في ألف ليلة وليلة، والجارية التي تضرب على الكوخة بالقضيب الفضة فينفتح الباب ويدخل البطل، او إنياس ورحلته في العالم السفلي في الأدب الإغريقي. وكان البديل لهم هو النفق، حيث الباب لا يمكن رئيسي لا يمكن الدخول منه، هناك مانع وسيفسد الباب، فبيكون العبور من النفق وليس من المكان الطبيعي المعد للدخول. وطبعا السرايا هي المكان الأكثر وضوحا، ومش عايز أتكلم طبعا عن جماليات المكان لأن دي هتاخد وقت، وطبعا الرواية ضخمة أكثر من 400 صفحة، وكان يعني في مجهود كبير في الكتاب وأيضا مجهود في القراءة. فجماليات المكان طبعا تحتاج إلى
الكثير من الحديث عنها، خاصة أنها تكاد تكون مستحيلة التحقق، يعني السرايا بهذا الشكل الموصوفة به داخل النص تكاد تكون مستحيلة التحقق، وتبدو كأنها عالم آخر موازي للواقع وبديل عنه، أو هي التاريخ الذي علينا أن نعيد اكتشافه من جديد. وعلى الرغم من كل هذه الجماليات، وهي كثيرة، وألعاب التشويق وحالة المتعة من أثناء قراءة النص، فكان تداخل الحكايات كثيرا ما يحدث تشوشا وارتباكا لدى القارئ، لأن بين الارتداد الزمني وبين اللحظة الآنية أثناء في السرد كان هناك تداخل شديد بينهما. كما أن يعني عندنا صفحة 241 قصة محمود توبة وخروجه من بهواش وزواجه بمنصانة وعلاقته بإخواته، هذا الجزء لم أعتقد أنه كان خارج السياق النص بدرجة ما. وبعض الحوارات كما في صفحة 148 هنجد الحوار كان أقرب إلى مونولوج داخلي. السقوط مؤلم دائما وأحيانا يكون مهينا، سقطاتي السابقتان كان فيهما شيء من الألم. هنا امتد على هذا الحوار كلام مونجي على مدى صفحة كاملة، كان أعتقد أنه كان أطول من اللازم، كان هو مونولوج داخلي أقرب منه إلى حوار. أنا ما قلتش أنه وحش، قلتش أنه وحش عن النسبية، أنا بتكلم أن أنا كحوار كان بعض الحوارات كانت طويلة، كان تحتاج إلى كسر هذا الحوار وتدخل فيه. بتدمش حوار؟ هو لا، هو قال وهو يشرح يتكلم طول الوقت. يعني 148 من اول السقوط مؤلم لحد ولم يعد هناك سوى شعور بالخفة والسلام، اتسعت عيناه من الدهشة وهو يشرح. كل ده هو بيتكلم طول الوقت ده، يعني بيفضفض بيحكي مع حاله. هو طبعا ايضا كان هناك اجزاء كان ممكن يكون في بعض الصمت وبعض فراغات النص التي تعطي للقارئ او المتلقي فرصه لالتقاط انفاسه. فالحقيقه كان هناك وصف أكثر مما يجب، زي مثلا وصف منصانة بعينيها وشعرها وجسدها، هذا الوصف كان وصف يعني تقليدي، أعتقد أنه كان تقليديا أكثر مما يجب. لا أنا وصلك شيء، لا أنا وصف لورا والله، وكل عم يوصف وراته منصانة حلوة. أنا ما قلتش وحشة، أنا بتكلم على وصفها. أسماء منصانة. طبعاً التفاعل النصي، والتفاعل النصي يختلف عن التناص. التناص بيكون مع حجرة، مع شجرة، مع أشياء موجودة بطبيعتها. التفاعل النصي مع نص سابق بيتم استحضاره والتفاعل معه. كان هناك تناص مع الغواية، الغوال الأخير للمسيح، ومع ألف ليلة وليلة بوضوح، ومع الحكايات والأساطير الشعبية. فالحقيقة الرواية سرية رغم اختلافي حول العنوان، يظل وهو الاختلاف الرئيسي بقى. تاريخ آخر للحزن كالرواية سرية، لكن أنا مختلف مع العنوان تاريخ آخر للحزن. أرى أن هذه الرواية كانت تستحق عنوانا زي لا الكاتب بقى اللي صار مش انا الكاتب
كتب يعني تاريخ اخر للحزن، اعتقد انه عنوان اقل من هذه الروايه، وهي تحتاج الى عنوان او عتبه للنص. يعني انا شايفه انه هو ده بدرجه ما تقليدي وعادي، وفي امام روايه مميزه. ما اتكلمناش في معنى العنوان، ده معناه ان في حاجه ولا في حاجه؟ طبعا في عنوان له دلاله، لكن كان يمكن ان يكون عنوان اخر. يعني انا تاريخ يا جماعه حالي يا جماعه المستشار عايز يطلع براءه باي طريقه. يعني هو الناس لازم يفوق، لازم يفوق. شكرا جزيلا للاستاذ الشاعر الاستاذ اسامه حسين على هذه القراءه.